لك شو عشوائية هي؟ بيطلعون غصب عنك، خايف انتقم منك. ظاهر انت شوي محرورة. دخلك هديك التاني وين راحت؟ تبيلها كتير. وان شفت غاري متاني. يلا هلا انت نامي هون على التخت وارتاحي، انا راح نام على الكنباية. يا عاشقة الورد إن كنت على وعدي. كارلوس عزار ممثل ومغني نجم، وجهه محبب على الشاشتين الصغيرة والكبيرة. نقل له بيو الفنان جوزيف عزار الحب للفنون. بحلقتنا اليوم مع ميشيل حوراني رح يخدنا كارلوس برحلة على طفولته قبل الضوء. يعني صراحة ما بدي اجي اي قديم مثل ما بيقولوا، فكرت يمكن هيدا شيء انت بتحبه. من كيف عرفت؟ من ايام الطفولة مشتاقين. يلا استلم. ايه بس كيف عرفت؟ استلم خيي. ها؟ في حدا قايل لك هالمعلومة ولا انت لكل العالم؟ ما كلنا كنا نحبه نحن صغار. تنبط على كل الضيوف. لا بس انا زيادة. اهلين ميشو. اهلا اهلا. اهلين ببيت ال ببيت الاهل. ببيت الأهل وبيت الطفولة. أول صورة بتخطر على بالك من الطفولة؟ البيانو. البيانو. إيه بهذا البيت خاصة البيانو، لأنه هيدا كان إذا بدك جزء الأساسي. يعني هيدا كان الشغف الأساسي، وهون هالميني متحف تبع تكريمات الوالي. هون كنت حاطط الساوند سيستم القديم لما كان يبقوا البافلات الخشب هول كبار. هذا المطرح كان انه انا مطرح مبروح كل الوقت بسمع موسيقى او بكتشف موسيقى. وبالوقت ما كنا مثل هلا تفوت على يوتيوب تكتشف. صح. ايه كارلوس انت صرت برات هالبيت مستقل ببيتك، شو اول شيء بتعمله بس ترجع بيت العائله هيك لما تفوت لهون؟ شو اول شيء بتعمله؟ شو اول شيء؟ بغمر امي وبي. طب عظيم. هيدا اهم شيء. ريحه البيت بعدها هي ذاتها. ترجع هيك تاخدك على حالك. هيدي الريحة اللي بتشمها أول ما تكون جاي بالأوتوكار من المدرسة، يعني بس تخلص المدرسة بس هيك تجي وتفتح لك أمك أو بيك الباب بقى نفس الريحة. والغدا اللي ناطرك. إيه طبعاً طبعاً أكيد. طيب يلا خلينا نقول أول شيء. يلا روق تصيبة بس. صيبة صيبة. ها؟ تشيرز. أهلا وسهلا. شرف على القهوة. في أمانة قبل صب القهوة، بس أنا في أمانة لازم أوصلها. شو؟ شوف لنا هالفواتير. يلا. شو وضعهم هودي؟ بدل نقل من المطار. اهتم. اوكي انا شو عم يرد لي اياه هون؟ انت عارف شو خبريتهم الفواتير؟ كان خي ناجي الفيولونيست، فكان يسافر حفلات مع الفنانين. يعني كان يجي من السفر هو يلاقيني عامل له فواتير شيء فولكلوري على الاخر. يعني يطلع انه شو هو مثلا انه بدل نقل من المطار. عرفت كيف؟ انا ما خصني فيها الخبريه كلها، فوت له حتى مش انت عامل النقل، يمكن مش انا كنت جايبه على المطار، بس فوت له اياها انه انا اهتميت لك بتختك. شو هالحجه؟ رتبت لك المدري شو، فوت له اياها، عبيت لك بنزين، شو بكون عباله بنزين ومقصدر فيها بالضيعه انا صارفهم. كارلوس نحن ببيت فني، يعني مجبول بالفن. الوالد جوزيف عزار عم نحكي قيمه فنيه كبيره وطنيا وعربيا، وهيدا شيء ما فينا نفصله عن طفولتك. قد ايه كنت تشوف الوالد البي والفنان، او بس كنت تشوفه البي بالبيت؟ لا الاثنين كنت تقدر تشوفهم. بالنسبه لي انا كنت انه عادي انه هو بيطلع على التلفزيون. أوكي. هيك انه هذا عادي، ما احنا هيك. بس استغرب لما
الاخرين مثلا اصحابي بالمدرسه استغربوا انت ابن جوزيف عزال. ومش بس هيك انه يشوفوا بي على التلفزيون. بتعرف شو معناتها بالزمانات كان يطلع واحد على التلفزيون؟ انت شو كان تعطيك هيك لما يقولوا لك كنت تحب انه انت يرتبط اسمك بي جوزيف عزال؟ لا ليك الولد ما كثير بيقدرون هول الاخبار. لا مرات في اولاد بيعملوا رده فعل عكسيه بيحاولوا انه لا ما ينسبوا حالهم للاهل تيعملوا مثل نوع من اثبات الحال. ايه بس مش بهيدا العمر بعمر الصغير انت بمنك بعدين ايه طبعا عملتها هيدي اكيد ايه بعدت عن اسم مش الوالد بس بعدت عتمت على هذا الموضوع يعني ما خليت حدا يعرف انا ابن مين. تقول انا كارلوس بدي اثبت حالي بعد يعني حتى بعد فتره يعني كان صار لي يمكن شي 7 8 سنين بمثل كان في عالم بعد ما يعني يعرفه. بعد الضوء صارت الخبريه إيه. لربطنا او لهالاشخاص انه كارلوس ابن جوزيف طبعا عزال. بعد الضوء بمنيح تنرجع هالبيت قبل الضوء على الطفوله هالبيت مليان كان موسيقيين شعراء كتاب وبطبيعه الحال يعني صح. مع الوالد هيدا الجو هيك هالكنبايه هون هيدي بتشهد الجلسات بتشهد على معارك سقفيه يبقوا قاعدين مثلا بيي والملحن او الشاعر عم يتناقروا على كلمه تخيل انه ليه هيدي الكلمه هون مش هيدي الكلمه غيرها مثلا ويقعدوا يتناقشوا لانه هيدي الكلمه ما بقى يقول له هداك ايه بس هيدي بالمغنى ممكن تكون ثقيله او مثلا الجمله الموسيقيه مختلفين على نوطه هو كلهم عم تسمعهم عم بسمعهم وعم بشهد عليهم يعني وقت اجي اقعد هونيك هيك بوجهن انا وقعد انه شو انه مع عن جد هاي النقطة هلا هي اللي رح تغير المستقبل الامن القومي يعني حاضر براسك من هالاسماء كتاب موسيقيين هيك كتار بس الله يرحمه الاستاذ زكي نصيف له هيك مطرح خاص يعني كان لانه كان يتردد لعنا على البيت و مش رح اقول لك اشرف بس انه اول مين هيك انه علم مع موضوعي وحكي هو بي وقال له انه هذا الصبي بدك تنتبه له ما تهمل مش يعني. مشروع يمكن فنان مطرب ما 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 كنا بس شافوا شيء ايه؟ يعني كانوا عم بيقدروا يشوفوا شيء اكيد مع الالات الموسيقيه هيك وين بلشت الخبريه بلشت على هذا البيانو على البيانو هذا البيانو ولد عمره 3 سنين ونص انجق 4 سنين يمكن مش مكمله اوكي عربش تعربش توصل على الكرسي قوم يعني. عربش يلا عن جد كنت عربش يلا بقى شي هيك عهنسة اللي بتذكروا انه كانت حجاز على الاكيد تلعب هون عم تحكي ولد عمره 3 سنين ونص 4 سنين الاصبع هالقد وعشواب يعني باصبع واحد ومش طايل يعني ويلك تتهدى ويلك اجراء عم ضبطه هيك بس بتذكر انه بس ولد عمره 3 4 سنين فكر بهيدي الموسيقى كنا ايام حرب وسميتها ايه سميتها موسيقى الدمار موسيقى الدمار خراب ما عاد ذاكر وهيدا الحرب اللي اخذتك لهون يعني هي الاجواء الحرب والقصف ولحن حزين الحجاز لحنه حزين فمنشان هيك كنا عم يعني المود الالحان اللي بتمرق براسك ما بيعود في مجال للفرح لانه الجو المحيط كله موسيقى الدمار تاخذنا على الحرب مثل ما قلنا وكلنا عشنا بطفوله فتره حرب طبعاً. بطريقه او باخرى هيدي الفتره شو باقي منها براسك صور الحرب البابا يبقى عنده عبايه وبر الجمل هي بيقولوا لها جايبها معه من العراق نبقى انا واختي لانه اصغر اثنين يفتح هيك العبايه نقعد بالانتريه هون بس يشتد القصف نقعد بالانتريه يفتح العبايه ويقول لنا تعوا تخبوا بقلب العبايه هلا انا بخبيكم بس تخبوا بقلب عبايه ما بيعود يجي شيء عليكم دائما الوالد حاضر حتى هلا عم نحكي عبايته اللي بتحضنكم وبتحميكم بس غريب انه الوالد لعمر ال 16 سمعك عم بتغني كل العائله ما حدا بيعرف عن هذا الشيء لخبرك شغله ميشيل انا من وقت ما كنت بالمدرسه ما حدا بيعرف شيء عن توجهاتي انا بس وصلت على عمر معين انا طلبت فوت على الكونسرفاتوار بس هي الحادثه اللي انت عم تحكي عنها هي انه انا فيني ما اسمعها منك فينا ندعي الوالد يشاركنا ونشوفه وهيك ان شاء الله يكون هو بعده ذكرى مش معنا ذكرى اكيد اكيد يلا يلا
استاذنا اول شيء بنشكرك على الاستضافه. اهلا وسهلا ببيت العيله الله يخليك. خدنا مباشره على طفوله كارلوس. يلا لكن نبلش من البدايه. من البدايه طيب. كان يوم احد ب 25 كانون الثاني، فرحنا على المستشفى انه المدام بدها تولد. اجانا الخبر دغري، ظهر البروفيسور الدكتور امين الحلو الله يرحمه، قال لي مبروك الصبي طالع عم يغني. من هي لحظتها من من هذيك من هذيك اللحظه من اول لحظه يعني انا طالع عم غني. كنت قد ما كان ضيق خلق او هن قد ما كان ضيق خلق دار مبسوط بقي 9 اشهر حايس. استاذنا يعني اذا طالع كان عم بيغني بس سكت 16 سنه. ايه بقي ما سمع صوته 16 سنه، ما سمعته كارلوس بيغني لعمر 16. كان عم بيصمدهم ل 16 من الولاده ل 16. استاذ جوزيف هيك خدنا على على صوره من طفوله كارلوس بشخصيته مش الفنيه اللي عم نحكي. ايه طبعا طبيعته. طبيعته صح. طبيعته كان عمره 4-5 سنين، عدة مرات يكون في مجموعة في إخوته طبعاً نحن العائلة نكون قاعدين بده بلش بشي طالع على باله ويحكي شي لازم كلنا نسكت لحتى هو يحكي. هالبريزانس هيدا لقطنا له يوم إنه هو صغير كان عنده شخصية يعني. حضوره هيك حضوره يفرض حضوره كان حضور مميز كان حضور مميز وعنده سرعة الخاطر سرعة الخاطر والذكاء. قعدوا مثل لجنة الحكم بيي وامي وخيي الكبير ووصلوا قعدوا هيك وقال يلا بدك تغني لنا وانا تب انه خلص وسقوا فيي يقولوا لي شو سقوا فيي بدك تغني لنا فوقفت هيك وغنيت لهم حطيت بتعاتبني على كلمه جت مني قال لي بيي لا هيك ما بيمشي الحال جات الخيي خلص خليني سلطن لها شوي انا بتعاتبني على كلمة قال لي بس بس خلص يعني أول جملتين قريها إنه خي هذا عارف حاله شو عم يعمل الزلمة وقررنا إنه ما تضل الشغلة بس موهبة طلبت منه إنه سجلني بالكونسرفاتوار بدي أتعلم غنى شرقي. شو طلعتنا على البلكون شو بدي فرجيك شغله شفت كل هاول البنايات اللي تحت كلهم هيدا كله كان حرش. تخيل نحن انه بطفولتنا كيف كنا ننزل نفلت بالبريه كل النهار بس ما شحالك شيء ثاني كلنا بهالبراري في الثانية. طب تعال نفلت بالبريه انا والله هلا عز علي يعني بس انه يمكن نطلع بالمطبخ عند الجيران. يلا يا غي منجرب ان شاء الله يكونوا طبخين شيء طيب. يلا شو وين جايبني كارلوس؟ على اساس بدنا نعربش صرنا رايحين دركه بنزول. خبره خبريه هالبوابه مشال هيدي كانت تاخذ وقت معنا يعني كانت تاخذ من 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 حياتنا جزء كثير مهم. مشوار لهون عمر 14 و15 سنه ايه ونوصل ونصلي البوابه تكون مفتوحه تنقدر ننزل لتحت في مغاره. في مغاره عمقها 700 متر نزول، هيدي نحن نازلينها كان عمرنا 14 و15 سنه. ونهر هالمغامرات يعني هيدا نوع وحده من المغامرات. هلا النقطه انه بيي كان صعب الاقناع يعني ما فيك انت تقنعه بسهوله انه ابنه بده يعمل هذا الشيء. فاصحابي كلهم حكيوا اهاليهم كلهم وافقوا وكلهم قبلوا. بقي في بيي اجوا لعندي اصحابي قعدوا هلا كيف بدنا نفتح له الموضوع لبيي. بلشنا انه نحن عمل اجتماع يعني. ايه اجتماع على مستوى كتير رفيع يعني بدنا نخبره انه بدنا ننزل ومغاره وكذا ومدري شو. بي قاعد عم يسمع لنا هيك ايه واخر شيء هلا هو بده يجرب يلاقي لي شيء تما انزل بركه طلع لكم حياه. قلنا له نحن لابسين رينجرات عاليه وما في حياه بل انه مش كذا بركه طلع اخر شيء كعه ما خلى شيء اخر شيء بركه طلع لكم شيء اسد. فجاه هو عم يحكي كثير بجديه الشباب قاعدين كلهم بالارض نحن ما عاد فينا انه خلص بده يقول لي انزل بس بده يعوص لي اياها رحله الماكسيموم. نلعب فوتبول؟ كنا نلعب فوتبول قبل ما تطلع البناية تنروح على الملعب عشي ملعب يلا بس مش لابس
مش لابس ابيض. انا حتى لو رحت لعبت فوتبول ولبست ابيض بضل مثل ما انا. هيدي شو الخبريه؟ ايه كانت عامله عقده لاصحابي فكره. هيدي الوالده هلا طازه معلومه طازه انه بينزل كارلوس لابس ابيض مع الجال اكيد يعني. عندي شاب صاحبي كمان يلي هو جاري بالبنايه كان الله يرحمه امه على الطالع وعلى النازل تقول له كون مثل كارلوس. ليش ما بتكون مثل كارلوس؟ كون مثل كارلوس لهونيك نهار. طب اجا هلا قال لي خي عملت لي عقده كلنا كنا ننزل نلعب نطلع مقلعطين. ما هيدي الفكره. الا انا الوحيد خي مثل ما انزل اطلع. طب لحظه كنت حكم يعني او جمهور؟ ما فهمت. ما وحياتك تلعب ما تلعب. كنت العب اكثر منهم وتطلع نظيف. اطلع نظيف سبحان الله. ايه والجال بعده محله وكل شيء تمام. طيب يلا خدنا وين بدك تاخذنا هلا؟ في بعد قلت منطقه انت اخر شيء هيدي مهمه لك. ايه على جاردان بيبليك. يلا يلا منروح. ومغرومي بواحد اسمه فراس بيدرب تنس. شفت انه بعدك عايزوه؟ اذا بدك شيء مثل العادي انا مخبى هون. جود لك يونيس. ايه بحبك. ايه هيك انبسطت؟ انبسطت. انا جبتك لعندي تحميكي وتحمي اولادك. هيدا الجاردان بيبليك تبع بلوني. هيدا كان نحن وصغار يعني المطرح الوحيد يلي نطلب نجي عليه لانه ما يعني غير الحراش وغير الاشياء يعني ما عندك كثير احتمالات ما عندك كثير حلول. هون متنفس تبعكم. هيدا هو المطرح يلي كنا نجي هيك انه جايين على الجاردان بيبليك. مشكله مشكله جايين مش مشكله هلا. لا شو مره واحدة انا اول ما يعني اذا بدك هيك اول مشكل عامله بحياتي. مش مشكل يعني اولاد انه ايه اولاد وضربوا بعض. اول خناقه اول خناقه. ايه خلينا نسميها هيك كنا نقول اول خناقه هون. مش عم بتذكر شو كان السبب بس على الارجح له علاقه بالمرجوحه يعني. دوري مش دورك. دورك مش شو بده يكون يعني. هيدا هي مشكل مهم. ايه انه شو بده يكون بهالعمر يعني على شو معقول واحد يعمل مشاكل. وصلنا هون في شيء بيعيط لنا. شو هيك هذا انتم حاطينه مو شو نحن البلديه يمكن. اوكي عاد تنشوف هيك. يلا يلا هات لنشوف وين بده ياخذنا. اوكي يلا. اوكي ليك هيدا كلاسور البوتي جاردان يعني اول سنه فت فيها على المدرسه. بعدهم عندي كلهم يعني كل شيء له علاقه بالمدرسه بالكلاسورات هيدا محتفظ فيه كله موجودين. لك كيف مرتبين منظمين. إيه؟ يعني انت وصغير يعني كل شيء مرتبه يعني اذا الرسمات اجمالا عن جد بتخدنا كيف هيك شخصيتنا عم نحن وصغار عم تتشكل وتتكون. ممكن ممكن ايه ممكن. عم بحاول هيك شوف شو الغالب على رسماتك. هي لحظة رعب. في شيء مش مزبوط. هيدا مثل موسيقى الدمار هيدا مرتبطة فيهم. عن جد. لأنه البقوي أنا بس ملونهم يعني. تلوين. واو طيب. أنا مفرج عليهم أنا وياك. شو أكتر شيء أنت وصغير كان ياخدك هيك تفكر فيه غير الموسيقى والغنى بس فكرة حلم؟ كنت دايما أكتر رسمة بعرف أرسمها مش لأنه أنا عن جد ما بعرف أرسم بس هي دايما الرسمة اللي برسمها بيت وشجرة وبيت للكلب وصوفة قدام البيت. ايه عملت هالشي بحياتك يعني رجعت وقت عملت بيتك عملته هيك؟ ايه بس ببناية يعني مش كتير مرة بس صوفة جوا وبعد ناقص الكلب. والكلب يعني ولا شيء صبته. ولا شيء. طيب يلا تابع. في شجرة ما قالي كتير جميل فيها. اوكي هذا اول حرام كانت تغطيني فيه امي من وقت ما خلقت بعده لهلا موجود. يعني هي عن جد حرام الطفولة وهالقد مرتبط بالبداية. هيدا هو يعني هيدا خياطة ايد على فكرة. وبتحس هيدا خلص بتحس حالي بدي بيعه. في عنا هيك الوان يا جماعة اذا بتحبوا اذا بكون ما زاد على هيدا خياطة ايد. لما نقلت على بيتي كنت ما بعرفه انا هيدا.
هيدا سؤالي. لما نقلت على بيتي اجت امي قالت لي ليك هلا بس لانك كنت عم تنقل على بيتك بدي اعطيك هيدا الحرام. بس هيدا مثل هيك. قلت لها امي انه انا شو يعني مش من النوع انه ببقى قاعد بالسهره بغطي اجري يعني لا. قالت لي هيدا حرام من انت واول حرام كنت هيدا ارث اكيد. اوكي هالصوره هي اكثر صوره بحبها لإلي. هاي اول نهار مدرسه لما الماما كانت منزلتني على المدرسه البابا كان مسافر. ليك كيف ثاقبت؟ عن شو عم نحكي؟ اول نهار مدرسه؟ ايه يلا رايحين على المدرسه. عارف كل مطرح بالمدرسة عندك في كل زاوية ومدرسة ايه كبيرة يعني عندك ذكريات قد ما بدك يعني عم. كارلوس بدي أطلب منك توقف بنص الملعب ايه بالضبط هون عاملها كتير وتغمض عيونك ما تزعبير بالنص وتغمض عيونك اوكي غمضت ايه بس ما تطول لأن بغفى هلا بوعيك انا عملها لانه كذا مره طيب نحن ذكرياتنا كارلوس مرتبطه بحواسنا رح نمرق على الحواس الخمسه وكل حاسه لوين بتاخذك على ذكرى ان كان مرتبطه بهيدا المطرح او بطفولتك وبمراهقتك بشكل عام اذا بدنا نقول حاسه السمع صوت بهيدا المطرح صوت التلاميذ بالملعب عم يلعبوا إذا بدنا نقول حاسة نظر منظر شيء أو لون شيء أو شكل منظر شيء بصف السجوند كان في الشباك يلي على يميني بيطل على الجبل اللي ورا المدرسة في بيت قديم كتير عتيق هيدا كنت أحلم كل الوقت إنه أنا هذا البيت بدي أشتريه وعيش فيه وجربت توصل له شي مرة؟ وصلت له بس خلصنا مدرسة وصرت سوق صار معي السيارة طلعت فتشت عليه ولقيته للبيت حلو حاسة شم ريحة ريحة الأفندي تحت حد الماترنال أول ما فتنا على المدرسة كان في أشجار أفندي ما بعرف إذا بعدهم هلا هيدي كانت تضل مسيطرة تحت هالمنطقة حاسة لمس ملمس شيء الأرض عادة بس أجي لهون هيك بحط إيدي على الأرض قد ما واقعين عليها يعني بنعرف طعمة اللمس تبعها وحاسة التذوق طعمي منقوشة الساعة 10 منقوشة فرصة الساعة 10 شو كانت؟ هلا هي كانت معجنة شوية تبقى بس طيبة منقوشة زعتر زعتر؟ كارلوس فتح اوف يلا منين جبت هالدعاية؟ ياي بتعرف قد ايه لعبانين باسكت عليها هيدا؟ وكانوا التلاميذ يتجمعوا هيك برات الزيح كلهم كنا عم نلعب شي ماتش بين صفوف مثلا وما بتعرف ليه فجاه بنص بيصيروا يقربوا بيصير انت الملعب تبعك هيك هالقد ضيق بتذكر رياضه وكارلوس بطفولته الباسكت جزء الباسكت والفوتبول جزء اساسي فوتبول عرفناها الخبريه بتنزل تطلع نضيف ايوه بتذكر مرة بماتش وقتها كنا بالترمينال عملت نتيجة كتير حلوة يعني أنا كنت شوت تلاتات النتيجة الحلوة بالرياضة ايه نشوف النتيجة الحلوة بالصفوف ليه كانت عادي كانت عادي؟ ايه ما كنت من المتفوقين بس انه بس ما كنت ما جيد ايه طبعا تعلم جيد شوف هيك يعني ما سقطت ولا مرة شوف العلامات يلا بدي اياها كنت جيد مش عبر الصف يعني ايه جيد لانه بعرف توجهاتي بعرف انه هاي مرحله انتقاليه تعمل شيء اللي انا بحبه بعدين شو كان يشدك كمواد المواد يعني اللي ترار اكيد انا عامل الادبيه اكثر ايه انا عامل فيلو يعني
كل شيء بس كان يعوض شيء بغير مطرح يعني كان عندك مسؤوليات ما في شيء يعوض خي مش هلاوي ما في شيء شو هيدا صفك؟ ايه اه مفتوح اوكي هون انهيت المرحلة في ال صار لي من سنة 99 مش فايت على هيدا الصف هات لنا شوف يلا 99 اوه بعده مثل ما هو بس تغير في دوم تغير اللوح كان بعد نحن عايم لوح الطبشور شو اكثر هيك لحظات بالنسبه لك بالصف كانت حلوه انا كنت قاعد هون يلا اقعد مطرحك اوقات كنت قاعد هون اوقات كنت نايم هون لانه انا كثير اوقات كنت حط هيك واخفى مرة بتذكر المدير اجا بده يفرق وزع لنا بده يوزع لنا الكارنيات دفتر العلامات يعني وثاقبت انا كنت غفى برم هيك كنت خايفة؟ استزمرون جنبي اذا نكزني هيك قال لي اذا ما عندك شيء قوم تنعطيك تعطيك شو اوطى علامة اخذتها؟ تذكرة؟ بلا ما اقول لك ايه سنة الترمينال ما عاد درست قلت لانه خلص انه بكره بتقديم الدولة بدرس الفرد مرة واحدة ها انه كنت تفكير شوي اجل تفكير شوي غبي ايه ايه ف قد ايه اخذت علامه هات لنشوف ايش علامات 6 على 10 على 20 على 20 ايه كارلوس المدرسه بتحدد لوين بدنا نروح بعدين يعني شو بدنا ندرس شو بدنا نتخصص مثل ما قلت كنت رايح ادبي ما كتير إذا بدك لا كنت عارف مع أنه ما حدا غيري كان عارف هيدا هي شو كنت عارف أنه بدك تعمل؟ كنت عارف أنه أنا بدي أعمل مغني وممثل وهالشي أهلك ما كانوا عارفينه؟ لا بعد المدرسة رحت على؟ بعد المدرسة قبل ما تخصصت قبل ما عملت دبلوم دراسات عليا بالتمثيل عملت سنة إدارة أعمال كرمالك أو كرمال الأهل؟ كرمال الأهل طيب عم نحكي عن الأهل كمان وجوزيف عزار حاضر بكل أحاديثنا قد ايه كنت فكرة انك ابنه كانت تسهل لك امور بالمدرسة او هيك تضوي عليك اكتر او ما كانت لا انا وصغير مبلا لانه ما تنسى انه عم تحكي بفترة الثمانينات كان بيه نجومية عالية كتير يعني فكانت هيك فكان ايه انه يندل علي بالاصبع انه هذا ابنه لجوزيف عزار بس انا ما كتير يعني كانت هذه الشغلة تفرق عندي انا ناطرك تشوف اذا بدك اقتصادي طفيت له الضوء يلا خدنا على هلا عالمك هالعالمك امتى بلش هات لنشوف على رح اخذك على المسرح وخبرك تحت شو كان يصير يلا مشهد ولك نعمل مشهد تمثيل من المسرحيات اي مسرحيات مسرحيات المدرسه شو جبتني لهون انت فهمان الخبريه كثير غلط شو فهمان انا بحياتي ما ممثل شيء على مسرح المدرسه بس تنكون متفقين انا كل اللي كنت اعمله بهذا المسرح انه بس اقعد تحت عم بحضر الشيء اللي عم يتقدم هون كنت اقول له انا لازم اكون فوق لا هيدي بدها نوقف عندها الخبريه انه معظم الممثلين وانا منهم بلشنا على مسرح المدرسه نيفر ليش ما بعرف لانه كان ما كان كثير اكتيفيتي المسرح دارجه ايامنا شي مره هيك في عمل حضرته شفته قدامك كنت تقول انا كنت بحب كون محل هالممثل محل هالتلميذ على المسرح هون لا بس بفتره الطفوله كنا كثير اهلي ياخذوني اروح احضر مسرح وكنت انا دائما اطلب روح احضر مسرحيات ابراهيم رعشلي فهونيك كنت اقول انه ايه بدي اكون بهذا المطرح أكثر وقتها تكون عم تحضر مسرحيات برات المدرسة شو اللي برأيك هيك بنفهم موسيقياً البيت في أجواء موسيقية بنفهم أنك تروح على الموسيقى الغناء بنفهم أنك تروح على الغناء ولو أنه الوالد بمسرح غنائي كمان في جزء صحيح. تمثيلي أو بالأفلام
اللي تمثلت سينمائيا. وانا الفورماسيون اللي عملتها هي فورماسيون مسرح غنائي يعني الاعداد. ايه الاعداد يعني انا فتت فيما بعد تخصصت بالمسرح بهيدا الوقت. بهيدا الوقت يعني شو اللي جذبك هيك تتكون ممثل؟ شو كنت تفكر؟ يعني شخص معين واحد بيقول مثلا حابب يكون مشهور يمكن حابب يكون مثل هيدا الشخص. لا مش هاي الفكره ما مره إيه؟ مره كنت هيك انا بحب اعرف الشهره هيدي النقطه. الولد ما بيعرف بهذا الشيء، الولد ما بيعرف انه بده يكون مشهور. هلا بصيروا يعرفوا هلا. هلا اوكي إيه؟ بس انت عم تحكي يعني خبريه بوقتها بس ما عندك جواب شو اللي كان يشدك لتكون على الارجح ممثل. على الارجح هن الافلام اللي كنا نحضرها. كنا كثير مؤثرين بافلام فؤاد شرف الدين من زمان. اوكي دائما هو البطل وهو الكابتن وهو عارف كيف كنا نعملهم ونصير نقلدهم. كنت كمان مؤثر بهضامه ابراهيم رعشلي ومعلمه والاستاذ وهالمسرحيات وكابتن بوب والى اخره. فهدول كانوا هيك لهم يمكن اذا بدك زرعوا شيء بالاضافه طبعا للوالد يعني. طب اذا هلا نحن هون قاعدين مشاهدين وهالمسرح قدامنا ومنروح على الاعمال اللي كان فيها الوالد، وين بتذكره اول مسرحيه انا حضرتها للوالد عايامه؟ هي الاسطوره بسنه ال94. كنت اول مره بشوف البابا على المسرح. يعني كان عمرك لانه بالثمانينات المسرحيات اللي عملون كان ايام حرب وانا كنت كتير صغير مش رح يقعد يزقني معه. كنت بمرحله شوي يعني بالمراهقه. ايه بال94 ايه طبعا مراهق. ايه كانت اول مسرحيه بحضرها. رجع من بعد الاسطوره كنز الاسطوره، رجع بعدين عمل مسرحيه اسمها البوسطجه، رجع بعدين بفتره لاحقه كان صار بمسرح كراكلا. هلا عم فكر بشغله انه نحن قاعدين هون انت ما مثلت على هالمسرح بس رجعت مثلت بهالمسرح. ايه ايه معلوم انا وياك. انا وياك وكنا قاعدين نفس القعده على فكره. انت فوق وانا تحت. ايه كنت انت اخذ دور المنتج اللي بدك تحطمني وانا طلعت على المسرح عبنا بدي غني ومعي فرقه موسيقيه وطلعت هيك فتحت البرديه طلعت لقيت ما في حدا بالصاله لانه كنت حضرتك شاري كل الكروت بس ما حدا يجي يحضرني. شفت كيف؟ بتحس انه لما اشتغلت المسلسل حسيت بلحظه انه هي تعويض انك ما مثلت على المسرح؟ ايه شعرت بهذا الشيء بمالح يا بحر. ايه طبعا انه اخيرا وقفت على المسرح إيه. ومثلت ومش بس مثلت، لا كنت عم غني بهذا إيه اكيد يعني بس كنت عم غني شيء كمان كثير بحبه يلي هو اليوم إيه. اذا انت طلعت غنيت اغاني شو كنت عم بتغني؟ مين عذبك لمحمد عبد الوهاب؟ فينا ننهي فيها الفقره فوق. فايز منيح اللي جيت. شو في؟ منطورة. شو بقى منطورة؟ منطورة جربت تنتحر. شو؟ احنا انت هون هونيك من بعد بعد الشغل اذا فينا شي مرة نروح مع بعض لشي مطرح. اسأل عن امك. امي كيف هالضغط معها؟ سكري وسكري ولا يقصف عمره. هات لنشوف. شو هيدا؟ اسحب لك يا نصيب. في شي بيعض؟ في اسد. جزين. جزين ما رحنا على جزين بس انت من جزين طبعا. هيك باختصار وين بتاخذك كلمه جزين؟ بفتره الحرب هربنا 9 شهور لفوق، هذه الفتره الوحيده الطويله اللي عشتها فوق وكانت بتجنن وكانوا من اجمل 9 شهور يعني. شو بين ابراهيم رعشلي ذكرني من شوي صح انك كنت تحضر مسرحياته دائما بنذكره. ايه كنت مش احضر مسرحياته أو... كنت اطلب احضر مسرحياته. طيب ليه ابراهيم رعشلي مش غيره من مهضوم كان خفيف الدم كثير هيدي الهضامه اللي عنده. ايه هالفطره هيك اللي بكبل لك اياهم من دون تكلف من دون تصنع من دون اي مجهود. تحس انك رحت بهيدا الخيار كمان طبعاً بمحلات اكيد, أكيد. بهالنوع من الاداء اللي بتشبه شوي الكوميديا اللي انا بحبها بتشبه هذا المطرح. يلا هون شخصيتك عم تتكون كانت يعني فنيا قبل ايه بس انه الاثر ما فيك تلغيه اكيد آلة موسيقية
وين بتروح؟ يعني أكتر شيء أكتر آلة بتحس بتعبر عن كارلوس؟ البيانو، لأنه ما بعرف غيره. يعني بعرف شوية عود بس ماني متمرس بالعود. الله يرحمه أستاذ كمال الحلو الممثل كمان، أنا هو أستاذي، هو كان أستاذ بالكونسرفاتوار وأنا تعرفت عليه هنيك، يعني إذا بدك قبل التمثيل هو كان أستاذي اللي علمني عود. ما بسترجع أقول عازف لا على العود ولا على البيانو. سامية أمي أكيد. بس أنا قصد حطيت اسمها لأنه الوالدة يعني هي هيك ربت البيت مثل ما بتقول. صح. ونحن سكرنا كتير الوالد، ما سكرنا كتير الوالدة. كانوا دايما يسألوني شو بتشتغل أمك، قلت لهم أنا مثلا إنه ست بيت، يقولوا لي آه يعني ما بتشتغل، قلت لهم أنا بالعكس هي أكتر وحدة بتشتغل. فأنا بالنسبة لإلي إنه ست البيت ربة المنزل الأديرة هي هيدي يعني أسمى أنواع الشغل بالعالم. ما فيني كنت أمرق على الحلقة بدون ما أبدا نحكي عنها ولا ممكن. طبعا وأنت تعرفت علي أكيد الله يعني يخليها شفت كاركتيرها بقدمها النفسية الحلوة حبيبي. فؤاد شرف الدين كمان جبنا سيرته بالأفلام وبموضوع الأكشن، وهلأ عم بربط إشي أنا ببعض. يعني كارلوس الممثل عندك هالتنين بروفيل، يعني بتحب ايه الولد بيحب يعني فؤاد شرف الدين كان لانه يعني هو البطوله ايه البطل والاكشن وابراهيم مرعشلي والولد بيحب هذا الشيء بيحب يشوف بس تحديدا انت فيما بعد كممثل عندك هالجنبين يعني يمكن بروفيل الحدا هيك اللي بحب يلعب الادوار بيشتغل عليهم شوي زياده اكثر يعني مع النكهه هيك اللذيذ المهضومه حسب شو بيتطلب الدور. شو اكثر شيء بتذكر له فؤاد شرف الدين؟ القرار، فيلم القرار بحبه كثير. اشتغلت معه فيما بعد؟ لا ما اشتغل. لا كتاب. كتاب من طفولتك او من مراهقتك اذا بدك هيك تروح على كتاب هلا ضوى بذكرتك بعده تارك اثر فيك، قريته بالمدرسه قريته بالبيت شو بتختار؟ في عندك كتب لنصر السايق بحب كثير اوكي لو كنت يعني بهذا التوجه مثلا ليش عم بسال هالسؤال وانا بكرر هيدا السؤال لانه كمان الكتاب هو توجه فكري فكمان بيطبع بشخصيتنا الفكريه لبعدين يعني صحيح اللي بيبقى من طفولتنا صحيح. طيب فاضي البوكال، لو كنت بدك هلا تكتب كلمه كارلوس وتزتها هون شو كنت بتكتب؟ بكتب مدرسة زدتهم. كارلوس صغير العائلة، الولد الواسي المسؤول لفنان مغني وممثل، شو أخذت من صفات الوالد من صفات الوالدة؟ من صفات الوالد إذا بدك كل شيء له علاقة بالمهنة، كل شيء له علاقة بأخلاقيات المهنة بطريقة التصرف، وهن هدول شغلات يعني بتكسبهم بلا ما تعرف، يعني 60 سنة فن أقل شيء تشرب من عنده. واللي معروف فيها كثير أستاذ جوزيف. طبعا. الوالدة الوالدة هي كل شيء عطيتنا إياه بمرحلة التربية. طبعا الوالد كمان كان موجود. شو اخذت انت من صفاته؟ من صفاته الوالده هيك بتحسها بشخصيتك؟ الاهتمام بالاخرين لو على حساب نفسك اوقات. اوكي، لشو بتفتقد من طفولتك؟ لشو بتشتاق؟ بتشتاق للاوقات اللي ما عدت هلا كثير تعيشها. مثلا يعني بتشتاق للبراءه يلي ما عدت تلاقيها كثير. انت وطفل ما بتعمل حسابات مع الاخرين، على كبر بتصير مضطر امور عفويه اكثر حقيقيه اكثر. شو كنت بتتمنى انه ينمحى من هالطفوله؟ ماشي ابدا. فيما لو قررت انه تعمل عائله ويكون عندك اولاد، تربيتك لاولادك بشو بتشبه تربيه اهلك لك؟ بشو بتختلف؟ إلى حد كبير بتشبه أكيد مع تطور الزمن. بشو ممكن تختلف عن تربية أهلك؟ ما هو من هلأ تصير عندي أولاد بدك تشوف قديش بيكون تغير كل التربية بدك تشوف قديش بيكون تطور الزمن. بس الأساس
هو ما بعرف انت شايفه منيح للاساس بالتربيه عظيم روعه فمنقول هذا عليه بتنقله من جيل الى جيل بننقله بس مع نسخه مطوره اكثر له مرات نحن في قصص بالطريقه بنغيرها مع اولادنا او مع الجيل المختلف ما كان في طريقه مزعجه ابدا بالتربيه بالعكس بالعكس تماما مشان هيك بتحافظ عليها فيك تعتمد ما هذا هو اللي عم اقول لك اياه انه بنحافظ على هذا الاساس يلي نحن مع تطور مع تطور الزمن صحيح انه في فرق يعني حيكون بالوقت يعني شو اخذ منك الضوء الضوء يعني الشهره مش بالمعنى التقليدي للسؤال والجواب انه اخذت الخصوصيه شو اخذ من جواتك من داخلك الوقت بس مش كل وقتك انت بتملكه بقى بتجرب قد ما فيك تملك اغلبيته بس انت ما فيك تملكه كله وما فيك تكون انت هالقد بعيد عن الدله البوينتينج يعني مطرح ما تروح اذا حدا منه معروف فات على محل بينظروا له بطريقه اذا واحد معروف وفات على محل بيخترقوه بطريقه مختلفه بس هالشيء قد ايه بيأثر عليك يعني عم نحكي شيء بتجرب تخليه ما يأثر بس انت حكما بمطرح من المطارح بده شوي يأثر حكيت عن الوقت وهيدا السؤال اللي كان هلأ بدي أسألك إياه كيف بتشوف الوقت؟ كيف بتعبر عنه؟ الوقت يعني الزمن كيف بتعبر عنه؟ كيف بتشوفه؟ المهم استفيد منه المهم استفيد منه وما خليه يسبقني يعني ما بحب يمرق زمن ما أكون أنا عم بعمل فيه شيء شي يوم أو شي مرة فكرت بالانسحاب من المهنة من الضوء؟ مش الضوء اللي بدي انسحب منه مش المهنة مش ما أنا قلت يعني المهنة والضوء لأنه إيه؟ مرتبطين بحالتك صح بس في نتيجة وفي سبب الضوء هو سبب هو نتيجة سوري للشي اللي طيب. أنت بتعمله خلينا نحصرها بالمهنة السبب هو أنه أنت شخص من جوا في عندك سوسة الفن ولا مرة فكرت انسحب ما فيك تنسحب فيك ترتاح فيك ترتاح بس ما فيك تنسحب ولا في سبب تعتبره الفنان النهار اللي ببطل النهار اللي ببطل يحس ساعتها ببطل فن يعني بس يموت فقط بمشوار حياتك لهيدي اللحظة إنسانيا فكريا فنيا قديه فعلا كارلوس انت هلأ راضي وين وصلت بعد في شغل كتير بعد في وقت كتير نحن تقريبا عم نحكي هي منتصف الطريق هيدا ما بعرف انا وين بدي احطهم بس انا عم بحكي من ناحيه انا قديش شايف الامور انه بتحس بعد في شغل كتير لازم ينعمل شو اللي ما تحقق بعد كنت تحلم فيه ما بعرف ما في شيء هيك كنت تحلم فيه وما تحقق بعد ما فيني اعرف ما فيني اعرف شو مخبالي فيني اسعى بس ما فيني اعرف بس ما عندك حلم من طفولتك كنت تفكر أو تحلم فيه بعد ما وصلت له؟ إيه في المسرح الغنائي عملت جزء منه مش إنه ما عملته بس في المسرح الغنائي بالصورة اللي أنا بشوفها مناسبة يعني النص المسرح الصرف مع الإخراج الصرف مع الموسيقى مع كل شيء وما يكون في شيء على ما يكون في عنصر على حساب عناصر أخرى مشوار اليوم اللي بلشناه من قبل الضوء لقبل الضوء شو ترك فيك إحساس أو فكرة أو انطباع؟ أول مرة من فترة طويلة حدا بيسلط الضوء على هيدي المرحلة يلي هي أنا بالنسبة لإلي هالمرحلة هي أساس لأنه إن كان طفولة ولا المراهقة أنت بهذا المطرح عم بتبلش تكون وتأسس لشخصيتك بعدين إن كانت صحيح. شخصيتك الفنية ولا شخصيتك الطبية ولا شخصيتك فكرياً التجارية إنسانياً كل النواحي لو شو ما كان واحد وظيفته هني هودي هيدي هالمرحلة هودي هال 14-15 سنة هني التأسيس إن شاء الله نكون أسسنا صح بس اللي على الأكيد إنك دخلت عليهم أنت بطريقة كتير صح كارلوس قبل ما انهي معك بدي اشكرك على هالمشوار انك اخذتني على انا والمشاهدين على عالمك على بيتك على طفولتك على ذكرياتك على هيدي المطارح على هيدي الحميميه على جواتك بدي اتركك مع كاميرتك بتطلع فيها وبتقول لها انا كارلوس عزار بعد 20 سنه بشوف حالي وكفي جملتك انا كارلوس عزار بعد 20 سنه
بشوف حالي بعدني عم بعمل اللي عم بعمله وبعدني عم جرب اتقدم وبعدني ما عم بستسلم وما عم بيقص وعم جرب قد ما فيي اترك بصمة للأجيال يلي من بعد ما أنا روح يضلوا شوي يتذكرونه.